يعني هنا مفيش شيال، هنا جايب العمود تحت الكاميرا بالظبط، دي زياده شايل. انا ازود ليه بقى؟ فانا جايب لغايه تحت الكاميرا. ايوه صح كده، معلش شغل صح يعني. لا الله اكبر عليك يا باشمهندس. طبعا ده العمود اللي وريناه لحضراتكم اللي انتوا كنتوا بتشوفوه. اهم الحاجات اللي بنحتاجها لصب العمود ده، عمود تحت متجلد بخشب وحديد بيترمم، ودي الفتحات اللي من فوق اللي هنصب فيها الخرسانة. كنا بنصب اخوه اللي تحت بالمزراب من هنا ساعه ما كنا واخدين فتحات، طبعا ما لحقناش بقى نصور، فجبنا لكم العمود بعد ما اتصب وخلص وتفنش وتفك بالمنظر ده. تابعونا على القناه عشان تشوفوا كل جديد.